أحد الأشخاص يا جماعة الخير تواصل معي عبر الإيميل، فطرش لي قصة صارت له في حياته. يقول لي كان عندي ناس قراب حيل مني، فيقول بالقومة وبالقعدة دائما مع بعض 24 ساعة. يقول لي درجة أنهم يعني خلاص عرفوا عني كل شيء، أسراري، أسرار بيتي. يقول بحكم أنهم هم قراب مني، فجدا عادي لما يصير عندي حدث في البيت أنقل هذا الحدث حق ربعي، ترى صار عندي في البيت كذي وكذي وكذي. يقول يعني هالأشخاص أنا أعرفهم من سنين، ويقول في يوم من الأيام تغيروا علي، ما أدري إيش علتهم، مو مسوي لهم شيء أنا، تغيروا فجأة. فيقول الأسرار اللي كنت أنا أحكي لهم إياها، أسرار بيتي وأسراري الخاصة، صارت ممسك علي وقاموا يعايروني فيها. ويقول للأسف أن هالأسرار اللي أنا نقلتهم إياها قاموا هم يتناقلونها بينهم وبين ربعهم، فصرت أنا أضحك عند الجميع وسري مكشوف. ترى للنفس خصوصية وللبيت خصوصية، مو أي شخص يطلع على خصوصياتك، مو أي شخص تقول له كل شيء. الصديق لما يملك كل أسرارك وفي يوم من الأيام قلب عليك هذا الصديق وتغير، فأنت تخاف منه مليون مرة. ليش؟ لأنه عارف كل أمورك. فبما أن هذا الصديق عارف كل أسرارك فهو ماسك عليك أكثر من ممسك، فمن الممكن أنه يمسح فيك الأرض يوديك ورا الشمس ويشرشحك. قاعدة جميلة وايد أحبها، احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. لأن العدو ما يعرف نقاط ضعفك، أما الصديق لما تتكشف له كل أسرارك وتكون أنت كتاب مفتوح له عارف نقاط ضعفك، راح تكون أنت فريسة جدا جدا سهلة لهذا الصديق أنه ينقض عليها ويفترسها ويلتهمها. عشان كذي دائما الحدود موجودة.